فالنسبه بتنزل 4.5 وبعد اسبوعين ثلاثه راح علي لقاه رفع الثاني. انت متابعني ولا مش متابعني؟ لا حضرتك انا متابع مع دكتور مسالك. لا اسمعني اسمعني بس، انت متابع كلامي من الاول ولا لا ولا لسه شيء؟ انا متابع الكلام من الاول. انا قلت ايه؟ قلت ثلاث شهور واذا في مشاكل تانية نبقى نستمر 3 شهور ان شاء الله لحد 7-8 شهور. يعني ما حكيت 3 اسابيع ومبطل دي لا، وكيت انا استريحت والدواء بجربه لا، وجيت وقفت الدواء على ما اجي للدكتور في الاستشاره لا، طالما الدكتور قال ناخد العلاج في مثل هذه الامور لابد يا سيدي الفاضل ان نستمر عليه. ما حضرتك هو قال لي في بيورك شهر واحد بس. ما يعني مع احترامي له بقى، وانما انا بقول لك كلام تاني خالص، والدليل انه بيسمعني بس، والدليل انه بيزيد عليك. بيزيد تاني يا دكتور. طيب يبقى المشكله عندك هي الكلى، ان احنا نحميك من حصوات ومشاكل الكلى وترسيب هذه الاملاح في الكلى لانها بتؤدي في النهايه بعيد الشر الى فشل كلوي. طب حضرتك يا دكتور معلش سؤال تاني. اتفضل. الو. ايوه سامعينك. هو قال لي امشي شهرين على اليوريت يودا ومع سوائل بقدونس وكراويه ويانسون وكده لمده شهرين بالظبط، وبعد شهرين امنع، كنت ماشي على الزيرولك على طول. انا بص انا موافق على انك انت تاخد يورولايت وتاخد بقدونس وتاخد ينسون وتاخد كراويه وتشرب ميه، والميه ارخص واحسن وافيد برضه، بس المهم عندي انك انت الفيبوكسستات اللي هو منه الدواء اللي اسمه الفيبيوريك ده تستمر عليه لانه اكثر امانا ومشاكله اقل من حاجه زي الزيلوريك حقيقه. شكرا سارة. طيب العلاج يا دكتور ده يعني هو للسيطره على النقرس ولا بيمنع خالص او يعالج هو قالوا ان هو بعد فتره طويله ايوه بيمنعه. قالوا يعني لو احنا مشينا صح وادينا الدواء صح والمريض اتعالج صح بطريقه ان انا بقيس هورو كل كذا وبعمل وحاسب من زي ما هو قال برضو نقلل من البروتينات الفول والعدس واللحمه والفراخ والبابخ ده بيمشي صح، وقالوا ان هو ممكن يتعالج بعد هذه الفترة الطويلة. هناك ادوية بقى بتعالج وبتذوب حتى اللي هي البلورات اللي تكونت في الجسم، بس دي غالية جدا مكلفة جدا. لكن هي قالوا بس لما تشوف هذا المريض اللي تكونت عنده الكريستالات والتكلسات الشديدة في المفاصل ما تستغلاش الحاجة اللي هو بيعملها. طيب احنا توقفنا عند العلاج البيولوجي ما قلناهوش. ايه هو العلاج البيولوجي لمرض النقرس؟ العلاج البيولوجي هو في حاجه اسمها يعني هو اسمه اريكنارا، يعني ده اسمه العلمي، بس هو ده نفس النوع اللي بيتاخد برضه في الروماتويد. يعني هو الانواع البيولوجيه دي كلها بتشتغل على وسائط الروماتيزم. ادويه برضه؟ يعني ادويه اللي ما علاج البيولوجي ده في الروماتويد دلوقتي من اشهر الادويه الموجوده في علاج الروماتويد. تمام. بس برضه لابد من استنفاذ الوسائل الاخرى الاول اذا لم يحتاجه المريض في الاول، يعني ممكن يبقى المريض محتاج. طب في علاج بالحراره او البروده او مش عارف الحاجات دي؟ يعني في بيسموه علاج ايه ده؟ طبيعي علاج طبيعي؟ علاج طبيعي لا، هو هنا مش يعني ما بقاش مستحب قوي. يعني ما بيهمني ان انا انزل السبب، لان انا عندي السبب هنا، يعني السبب هنا هو زياده اليوريك اسيد. تمام. اخر حاجه حضرتك اشرت الى النمط الغذائي برضو. أيوة. النمط الغذائي لمريض النقرس مع العلاجات هل بيحتاج يعني الممنوعات والميه، شرب الميه بالنسبه له؟ لا يشرب ميه كويس قوي، ده الميه انت تغسل وتنزل. اذا كانت وظيفه الكلى جيده واذا كانت وظيفه القلب جيدة. يعني انا دايما اقول ايه يعني اقول للمريض يعني او اطمئن منه او بتكلم مثلا في محاضرتي او كذا، لابد الاول اذا كان المريض ده مريض قلب لابد ان يزور طبيب القلب بتاعه عشان يقول له خد سوائل كتير ولا لا. ما هو عمال يديله لازكس وعمال يديله حاجات بتنزل، واللازكس والحاجات دي بتقلل السائل بتقلل السائل فبيعمل التركيز. زي ما انت لازم تقعد تغلي حاجه فيها ملح يتبخر الميه، هي نفس الحكايه. فانا هنا لازم يبقى عندي برضو راي بتاع الدكتور القلب، الراجل ده يشرب ميه كتير ولا لا؟ واخد بال حضرتك؟ ده
مهم، ده مهم جدا. طيب. برضو عندي معلش هي حتة مهمة جدا، ان هناك احيانا ان كل هؤلاء المرضى بيشتكوا من المقرس اللي هم عندهم معظمهم نسبة كبيرة او منهم بيشتكوا من المقرس اللي هم بيعملوا غسيل كلى. ايوة. فبيروح لاي حد يقوم مديله زيلوريك. الزيلوريك هنا خطر جدا لانه بيعدي مادة سامة لان الكلى لا تستطيع التخلص منه. تمام. انا بنبه عليها عشان بس ابقى ضميري خالص امام الله ان ما ينفعش، لان هو الناس بتستسهل في مثل هذه الامور اما مش عارف توابعها واما خلاص هو بقى زي ما قلت لك انا ماشي على الزيلوريك. لا 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 تمام. ده هو لو اثر بقى المرض ده النقرس على الكلى والحاجات دي بيحتاج علاجات اخرى، بيحتاج طبيب متخصص في الجلد، بيحتاج بقى بتاع الروماتيزم مع بتاع المسالك البول. تمام. واخد بال حضرتك؟ وبعدين بس انا بقول ان المريض اللي بيعمل غسيل وعنده نقرس، ودول كتير كلهم تقريبا كلهم، واخد بال حضرتك، ما ياخدش زيلوريك. تمام. نصيحه اخيره يا دكتور. اولا يعني اسمح لي ان انا يمكن اخرج ان اولا طبعا رضا الله ده مهم جدا طبعا، وعمل يعني ما يرضي الضمير الانسان، والالتزام بالتعاليم الوسطية في كل شيء، وعدم المبالغة، وان انا برضو يعني اخد بالي من اكلي واخد بالي من صحتي لان دي نعمة من ربنا. الرياضة مهمة جدا، الاكل الكتير الاكتر من اللزوم ملوش لازمة، وطبعا مفيش مانع ان احنا دلوقتي بقت المعامل كتير والدنيا كتير ان احنا نعمل تشيك اب، نعمل متابعة لهذه الاشياء اللي هي بتؤدي في النهاية الى مشاكل بين الحين والآخر. تمام. الكشف المبكر مهم جدا في اي مرض. بالظبط. شكرا وشكرا جزيلا. في ختام لقائنا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الاستاذ الدكتور عبد المجيد العشماوي، استاذ الامراض الروماتيزمية بطب الازهر، بشكر شكرا جزيلا. نعم. نشكركم مشاهدينا الكرام.